إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسامنا على النار لا تقوى. إخوة الدين والعقيدة، يمر الإنسان في حياته بمصائب ومصاعب، ويمر الإنسان في حياته بأمور يفعلها على السوية وأخرى يخطئ فيها بغير نية، وهذه الأمور التي يقع فيها الخطأ والزلل من ابن آدم جعلها الله سبحانه وتعالى له دليلا على بشريته. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لكل من وقع في ذنب أو ارتكب خطأ لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولأتى بقوم يستغفرون الله فيغفر الله لهم. فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. من الذي ما ساء قط؟ ومن له الحسنى فقط؟ فكل واحد منا يقع في الزلل ويقع في الخلل ويقع في الخطأ والخطل، لكن العبرة أن يقبل إلى ربه سبحانه وتعالى، وأن يثوب إلى ربه ومولاه، وأن ينطرح بين يدي ربه عز وجل. أيها المؤمنون، ومع إيماننا الجازم أن الإنسان يقع في الخطأ، إلا أن هناك مقاما من مقامات الدين جعله الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين ليردموا من خلاله أي معصية وقعوا فيها أو خطأ ارتكبوه، حتى يقبلوا على ربهم سبحانه وتعالى بقلوب صافية، ويقبلوا على ربهم عز وجل بقلوب تقية نقية، حتى يذوق حلاوة لذته ويذوق لذة مناجاته، فتكون نهايتهم جنات عدن ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيها المؤمنون، لقد رسم لنا نبينا صلى الله عليه وسلم مقام التوبة، وبين لنا كيف يكون إقبال العبد الضعيف الذليل إلى ربه سبحانه وتعالى العلي الكبير. تأملوا يا رعاكم الله في هذا الحديث العظيم الذي يبينه لنا المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم، حديث يبين لنا عظمة ربنا سبحانه وتعالى وضعف العباد ورحمة الخالق عز وجل بهم. يقول صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا. وتعلمون أيها الإخوة عظم قتل النفس عند الله عز وجل، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن تهدم الكعبة لبنة لبنة أهون عند الله من إراقة دم امرئ مسلم. وقال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا في حق من قتل نفسا واحدة، فكيف من تجرأ على الله عز وجل وقتل 99 نفسا، فتاقت نفسه إلى أن يتوب إلى الله وأن يثوب إلى رشده وأن يعود إلى مولاه، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب له في قلبه الخوف من الله، ولديه من العبادة الشيء العظيم
لكنه لا يحمل العلم، دل على راهب عابد فأقبل عليه فأخبره بما حدث له، وقال له: قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال: 99 نفسا ليس لك من توبة. فقتله فكمل به 100. فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم. وهنا يكون الفرق، وهنا يكون الفرق في بيان كلمة الله وفي نصح الناس وتوجيههم إلى ما أمر الله عز وجل. دل على عالم يعرف معنى الخوف والرجاء، ويعرف قوله سبحانه وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فقال له: قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ فقال له: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى الأرض الفلانية فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا تبق في أرضك فإنها أرض سوء. فخرج يبحث عن هذه الأرض، وفي منتصف الطريق وإذا بهادم اللذات ومفرق الجماعات يستل روحه، فتنزل ملائكة الرحمة وتنزل ملائكة العذاب فيختصمون فيه، فتقول ملائكة الرحمة: قد أقبل إلى الله تائبا منيبا. وتقول ملائكة العذاب: إنه لم يبلغ مقصده. فينزل إليهم ملك في هيئة آدمي فيقول لهم: قيسوا ما بينه وبين الأرضين فإلى أيهما كان أقرب فإن الملائكة تقبضه. فقال الله عز وجل: لهذه لأرض الرحمة أن تقاربي، ولأرض العذاب أن تباعدي. فقاسوا فوجدوه أقرب إلى أرض الرحمة فقبضته ملائكة الرحمة. إنها رحمة الله عز وجل بعباده. وورد في بعض الآثار أنه حينما أحس بالموت وحينما أحس بخروج روحه وإذا به يدنو بصدره حتى يكون أقرب إلى أرض الرحمة، فتعامل الله عز وجل معه بلطفه ورحمته وامتنانه، فكان عاقبته أن جعل ملائكة الرحمة تقبض روحه. أيها المؤمنون، إننا نتعامل مع الكريم الرحيم سبحانه وتعالى، نتعامل مع من قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أسرفوا على أنفسهم، وقعوا في الذنب مرة وثانية وثالثة، لكنهم يتعاملون مع الرحمن الرحيم عز وجل، مع من هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها. أيها المؤمنون، إن للتوبة إلى الله والإقبال عليه عز وجل أنس في الصدر وراحة في القلب ومحبة في قلوب الخلق، إن فيها انشراحا في صدر المؤمن يشعر بلذة الإيمان ويأنس بطاعة الرحيم الرحمن ويخضع ويذل وينقاد للملك الديان سبحانه وتعالى. فأي سعادة تغمر قلب صاحبها يوم أن يقبل على ربه عز وجل. تأملوا في قصص التائبين وأخبار المنيبين الذين عاشوا في حياة الظلام ثم سعدوا وأنسوا بالقرب من الرحيم العلام عز وجل. انظروا كيف تغيرت حياتهم، انظروا كيف وجدوا لذة العبادة، كيف وجدوا أنس الطاعة، كيف وجدوا لذة إقبالهم على ربهم ومولاهم. حياتهم فكر ورجاء، وصمتهم ذكر ودعاء لربهم سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من التائبين له سبحانه وتعالى. التوبة يا عباد الله من الأمور التي افترضها الله عز وجل علينا. قال سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. العبد يتوب من ذنب قد ارتكبه ومعصية قد فعلها فيقبل على ربه سبحانه وتعالى، لكنه أحيانا وأحيانا كثيرة
قد يقع في الذنب وهو لا يشعر، وقد يرتكب معصية وهو لا يحس، فيأتي دعاءه قبل نومه فيقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. فيكون العبد على توبة متواصلة وإنابة مع ربه سبحانه وتعالى. إنه الإقبال على الله، إنه الأنس بالطاعة، ولذة مناجاة ربنا سبحانه وتعالى. تأملوا يا رعاكم الله إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان صلى الله وهو أول من تفتح له أبواب الجنة، وهو من يحمل لواء الحمد عليه الصلاة والسلام، ومع هذا كله يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة. وفي رواية: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم والليلة 100 مرة. أستغفر الله وأتوب إليه. فماذا عسانا أن نقول، وماذا عسانا أن نفعل ونحن العصاة الذين لم يتقربوا إلى ربهم عز وجل كما يحب المولى سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، من رحمة الله بنا ولطف ربنا سبحانه وتعالى أن العبد إذا أقبل على ربه وأناب فرح المولى بتوبته. الله أكبر، أنت بتوبتك وإنابتك يفرح الله عز وجل بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كانت معه راحلته وعليها طعامه وشرابه ومتاعه، فأوى إلى ظل شجرة ثم استيقظ فلم يجد راحلته ولم يجد طعامه ولا شرابه، فبحث عنها، ثم لما أيس منها استظل تحت شجرة وقال: يدركني الموت هنا. وبينما هو كذلك وهو ينتظر الموت، وإذا براحلته عليها طعامه وشرابه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. فالله عز وجل يفرح بتوبة عبده وبإقباله إليه وبإنابته إليه. فلنتوب إلى الله ولنقبل على ربنا ومولانا، ولنعلم أيها الإخوة أن هناك ميزانا نزن به توبتنا إلى الله، ونعلم أن هذه التوبة هي توبة صادقة نصوحة كما أمر الله أم أنها غير ذلك. أول هذه الأمور أن تكون التوبة، أن يكون الباعث على التوبة إخلاص العمل لله عز وجل، لا يريد بها رياء ولا سمعة ولا ثناء ولا شكورا، وإنما يريد بها وجه الله عز وجل فينطرح بين يدي ربه ومولاه. الشرط الثاني لصحة هذه التوبة أن يعزم العبد على ألا يعود إلى الذنب مرة أخرى، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ومن يعزم على ألا يعود إلى الذنب فإنه علامة صحيحة لصدق توبته إلى الله عز وجل. الأمر الثالث الندم على ما مضى، أن يستشعر الندم على الذنوب والمعاصي التي ارتكبها. أعظم البلايا وأعظم الرزايا التي تصيب القلب أن يفعل العبد المعصية ولا يجد ألمها في قلبه، وأن يفعل الذنب ولا يجد حرارته في فؤاده، فمعنى ذلك أن الله عز وجل قد طبع عليه بالران كما قال سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الأمر الرابع إذا كانت التوبة بينه وبين الله فيكتفى بما سبق، وإن كانت بينه وبين الخلق فليتحلل منهم قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه دينار ولا درهم كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. لنقبل على ربنا ومولانا،
لنذوق لذة الإيمان ومناجاة الواحد الديان. ولن يتم لنا هذا إلا بتوبتنا إلى ربنا الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك توبة صادقة، اللهم إنا نسألك توبة صادقة، اللهم عاملنا بلطفك وامتنانك، واجعل يا ربنا موعدنا بحبوحة جنانك. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم القيامة. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار عياذا بالله. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا راسخا، نسألك يا ربنا علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك قلوبا خاشعة وأعينا دامعة وألسنا ذاكرة وأجساما صابرة. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر أمورنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اجعلنا ممن يرفع لا إله إلا الله وارفعنا بها، واجعلها آخر كلامنا من الدنيا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الموحدين. اللهم أسعد صدورنا وأقر أعيننا برؤية عز الإسلام وانتصار المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رحمتك بإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم اجمع كلمتهم على دينك يا رب العالمين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم عليك بعدوهم، اللهم واجعلهم شذر مدر، اللهم لا تبقي لهم أي أثر. اللهم رحمتك بإخواننا المستضعفين، اللهم احفظ دماء، اللهم احفظ أعراضهم واحقن دماءهم، وكن لهم ولا تكن عليهم، واختم بالصالحات أعمالهم وأعمالنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وأعلي به دينك، وانصر به كتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم وفقه ونائبيه لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم إلى البر والتقوى. اللهم واجعلهم رحمة برعاياهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألف بين قلوبنا على الحق والدين. اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح شبابنا، اللهم واجعلهم عدة لأمتهم ودينهم وبلادهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض والأكوان. اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واحفظ لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم من أراد أمن بلادنا وبلاد المسلمين بسوء، اللهم أشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد، وخاصة في هذا اليوم المبارك، فإن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحب والآل، وعنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.